السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة سريعة حوالين الزلزال الأخير، نسأل الله إن هو يلطف بأهلنا في تركيا وسوريا وكل البلاد اللي أصيبت بالزلازل. هي ملحوظة سريعة جدا، الكود بتاع الزلازل التركي مش سيء، أو مش هم ما عندهمش كود، لا موجود. والكود دوت يعني ما سألت الناس المطلع عليه والقاعدين في تركيا قالوا إن هو قوي جدا وقريب من اليابان، يعني الكود نفسه مفيهوش مشكلة، يعني مش مشكلة ان احنا محتاجين كود. وكذلك سوريا برضو عندهم الكود بتاع الزلازل وتصور اكتر من مرة، واللي موجود يعني يفي بالغرض ويزيد، يعني مش محتاجين نعمل لجنة ينبثق منها لجنة ويتعمل كود جديد خاص بالزلازل، لا في تركيا ولا في سوريا ولا في مصر ولا في الخليج، لا. بس في نقطة، طب ازاي المشكلة حصلت؟ لان الناس ما ماتتش من الزلازل، الناس ماتت من التصميم السيء للمباني، يعني المباني مش ملتزمة بالكود، فمش الزلزال السبب. يعني في بلاد تانية عدى عليها زلازل اقوى من كده بكتير، لكن كان طريقة الانشاء والنظام نفسه خلى ان الزلزال يعدي بدون ما يحصل الكوارث اللي حصلت، وده اللي احنا نتمناه. احنا مش بنتكلم في جهة سياسية، احنا هدفنا بس ايه؟ المحافظة على البشر، ومن احيا فكأنما احيا الناس جميعا. احنا فعلا مش مشكلتنا في الكود، احنا مشكلتنا في تطبيق الكود، ان يبقى في امانة، ان يبقى المشرف على الحاجة ما يستهونش. انت يعني اغلب الناس اللي بتسمعني يا اما مهندس في الموقع او استشاري او ممكن مالك، فخلي بالك انت مسؤول. السلامة والحاجات دي مش مسؤولية شخص معين، كلنا مسؤولين. لما تلاقي حاجة غلط بتحصل لازم تتأكد، ما تخليش حاجة تعدي. حتى يعني مش الراجل مضى على الاستلام خلاص، لا، احنا لازم نقف وقفة، لان دي حياة ناس احنا مسؤولين عنها، ربنا حاسبنا عليها يوم القيامة. مش هيحاسبك صلاة وصوم بس، لا، هيحاسبك برضو انت في شغلك قصرت ولا ما قصرتش، كان قدامك تنقذ ارواح وتتاكد من ان في سلم الهروب والحاجات دي كلها، فاديت الدور بتاعك ولا لا. انا فاكر في مول الحريه لما طلع في مصر الناس جريت على سلم الهروب، كان في سلم هروب، لكن نتيجه ان ما فيش تفتيش مستمر او تفتيش بيبقى اي كلام، جات الناس تخرج. لو الناس كانوا مخزنين البضاعه ورا سلم الهروب فالباب ما اتفتحش، فالموضوع خطير جدا، حياة انسان ممكن تتوقف على حاجة زي كده. فلازم تأكد من كل حاجة موجودة، بالذات موضوع السلامة. يعني اي مهندس معماري جزء بتاع كود الحريدة لازم يكون حافظ صم، مفيش حاجة اسمها تصمم وفي الاخر لما نشوف القصة دي، ده من اوائل القيود اللي عليك وانت بتصمم موضوع الكود الحريق. وطبعا مهندس الميكانيكا كلنا مسؤولين على الموضوع دوت، كلنا ربنا حسبنا على حاجة زي كده. يعني احنا مش مستنيين الدولة تعمل كود، لا، الكود اتعمل والناس اللي اشرفت عليه الناس بذل جهد كبير جدا، والكود يعني مطابق للمواصفات في امريكا وبريطانيا واليابان وحاجة فخمة جدا. لكن التطبيق زي لما الصين عملت سور الصين العظيم وخلته عالي جدا وقوي ونقط حراسة كلها كل ده، لكن لما كانوا بيهجموا الاعداء كانوا بيدوا رشوة للحارس ويدخل من خلاله. كل واحد فينا هو حارس على المباني، على التصميم، على ان المبنى يكون مستدام، على ان المبنى يكون مطابق للمواصفات بتاعه الزلازل، مطابق للمواصفات بتاعه الحريق، مطابق لكل الحاجات اللي تخلي حياه الانسان افضل. انت مسؤول زي الدكتور مسؤول عن جسم الانسان، احنا مسؤولين عن المباني اللي الانسان موجود فيها، واحنا بنشكل المباني والمباني بتعيد تشكيلنا، احنا بنشكل المدن والمدن بتعيد تشكيلنا. فلذلك مسؤولية رهيبة جدا. تخيل انت ممكن مثلا اهملت حاجة فتفاجأ ان الحاجة دي وقعت على حد مات، او في اطفال ماتت في الحاجة دي. فلذلك لازم كلنا نوعي نفسنا، انا اقل واحد فيكم وانت احسن مني، وعيني وانا وعيك، ونبدأ نوعي بعض ونعمل توعية باهمية ان الحاجة متعديش كده، وريت نشوف طرق وادوات ان احنا نعمل شك على الحاجه
هل هي فعلا يعني تعمل فحص للحاجة، تصميم هل هو مطابق للكود ولا لأ، وبرضه في الموقع نبدأ إن احنا نعمل تشيك كده في الموقع هل فعلا مطابق للكود ولا لأ. كل الحاجات دي لازم إن احنا ما نهملهاش، ونبدأ إن احنا نركز عليها إن شاء الله.